لا دلوقتي بقينا عاملين ميزانية شهر شهر. حتى، بالشهر بقى دلوقتي، عشان انتي نزولك كل ما تنزلي كل ما تصرفي اكتر. فلا احنا موضوع كل بنقلل، ده سؤال مهم جدا، كل ما بتنزلي كل ما بتصرفي اكتر. طبعا فنقل قوي من موضوع ان انتي تنزلي كل شويه سوبر ماركت او كل شويه تنزلي السوق. وبعدين في خطط بقى بنفكر فيها كده شويه، ان انا مثلا لما اكون نازله السوق ما اخدش معايا فلوس كتير، او نازله سوبر ماركت العروض الموجوده ما تغرقيش، بدل ما تشتري مثلا حاجه دي رخيصه جنيه عن امبارح فروح شاري 10، لا ما اعملش كده خالص. انا اللي عايزاه كده كده اوفر لنفسي، مش هكلف نفسي اكتر، ان انا بدل ما اجيب كيس سكر مثلا هجيب 10 عشان هو نص جنيه، علشان عليه عرض. فابدا ان انا ابوظ الميزانيه خالص بسبب ان انا اشتريت عرض. انا لا انا عايزه موضوع العروض ده فعلا، تخيلي جدا، تخيلي موضوع السوبر ماركت والعروض ده فلازم فعلا. الواحد اول حاجه يعملها هو نازل السوبر ماركت يمنع طبعا انه يصدم الكارت ده نهائي، فلوس على قد الحاجه اللي هيشتريها. انا اكتب في ورقه انا هشتري كذا بالشهر، بالشهر. بالشهر انت شايفه انه بالشهر؟ بالشهر طب قولي ايه اوفر فرق حاجه الشهر اوفر بقى جدا.